الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. قالت وزارة التخطيط الحالية إنها سجلت ارتفاعا في معدل التضخم العام خلال شهر آب الماضي، وأوضحت الوزارة إن معدل التضخم لشهر آب الماضي ارتفع بنسبة 1.1% مقارنة بشهر تموز الذي شهد ارتفاعا بنسبة 0.6%، فيما بلغ التضخم خلال شهر آب من العام الماضي ارتفاعا بنسبة بلغت 8.1%. وأضافت الوزارة أن ارتفاع معدل التضخم في شهر آب كان متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية. في تصريح ضمن التسويق الانتخابي، حذر تحالف العبادي من الشباب العاطلين عن العمل في الوسط والجنوب باعتبارهم قنبلة موقوتة، خاصة بعد رفع سعر الدولار والتراجع الاقتصادي. وقال التحالف إن العراق لا يمتلك إرادة حقيقية لإدارة الأمور، وأن رفع سعر الصرف ساهم برفع نسبة الفقر إلى 38%، واتهم الكتل الساندة بمنع استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على خلفية قرارهما في زيادة سعر الصرف وخفض قيمة الدينار، فيما أشار إلى أن الأوضاع في تأزم ولربما تخرج عن السيطرة. يذكر أن الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي قرروا منذ أشهر رفع سعر الصرف، ما رفع نسبة الفقر في البلاد. نفى مسؤول حكومي في وزارة النفط ما أوردته وثيقة رسمية أظهرت رفع أسعار زيت الوقود المجهز إلى معامل تصنيع المواد الإنشائية في البلاد. وقال وكيل أول مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود إنه لا يوجد أي رفع لأسعار النفط الأسود المجهز إلى معامل الطابوق والجص، مبينا أن الأسعار المعتمدة حاليا هي ذاتها الأسعار القديمة ولا يوجد تغيير فيها. وفي وقت سابق أظهر كتاب رسمي مذيل بتوقيع المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية علي وارد حمود بتعديل سعر منتج زيت الوقود لمعامل المواد الإنشائية بناء على توجيه وزير النفط. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا بمعدل 56 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في تقرير لها إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغت 4,880,000 برميل يومياً، منخفضة بمقدار 105,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه. وأضافت أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 50,000 برميل نفط يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضا بمعدل 56,000 برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 106,000 برميل يوميا. وأشارت إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا، تليها المكسيك، ثم السعودية، ولتحل روسيا رابعة. قال موقع أيول برايس إن منتجي النفط في الشرق الأوسط أصبحوا على عتبة اتخاذ قرار حاسم بشأن مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن تحول العالم عن استيراد الهيدروكربونات لمكافحة تغير المناخ يمثل التحدي الأكبر لهذا الجيل، وهو تحد دفع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الرئيسيين إلى تبني استراتيجيات بعيدة المدى مثل الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي أو الحظر البريطاني المستقبلي على السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين. ومع ذلك فإن نمو الطلب على النفط والغاز يضع البلدان الرئيسة المنتجة للهيدروكربونات في دائرة الضوء. ختام الموجز، إلى اللقاء.